نمرة ستة يقول لك أخفى ساعات الإجابة في ثلث الليل الأخير. الليل بيبدأ من المغرب وينتهي الفجر، حسبته لقيته مثلا 12 ساعة، ويجي 12 ساعة عندنا هنا في مصر يومين في السنة ولا حاجة، يسموه الاعتدال. يبقى تلته امتى؟ 12 على 3 فيها 4، تطرحها من الفجر. الفجر بيأذن مثلا 5، يبقى ابتداء من الساعة 1 بالليل. ايه واحدة دي؟ بدء تلت الليل. طب فين بقى ساعة الإجابة فيها؟ اللحظة اللي فيها الإجابة. ينظر ربنا في ثلث الليل الأخير. مش ينظر ربنا ثلث الليل الأخير، ده بيقول فيه طب امتى بقى النزول ده اللي هو التنزلات الربانية التي بموجبها يستجاب الدعاء؟ قال لك اقضي التلت كله، يبقى هت ايه؟ هتصيبها.